حياكم الله مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، سنتابع فيها تطورات ومشاورات الكويت على ضوء حديث المبعوث الأممي عن قرب التوصل إلى انفراج شامل للأزمة اليمنية. منذ 5 أسابيع ومشاورات الكويت تمضي في مسار متعرج، فبينما تأخذها التصريحات المتفائلة خصوصا تصريحات المبعوث الأممي إلى جهة الإنجاز والتقدم تمضي بها وقائع الأرض وما يحدث فعليا على الطاولة إلى جهة الفشل. والد الشيخ تحدث عن قرب التوصل إلى انفراج شامل بحسب قوله إنه يرتكز على حاصل جمع رؤيتي الطرفين للمرحلة المقبلة، وفي حين لا يبدو ذلك سببا كافيا للقول إن الأزمة تذهب باتجاه الانفراج الذي تحدث عنه والد الشيخ، تؤكد وقائع ما يحدث في الكويت أن الوضع يتعقد أكثر. وفد الميليشيا انسحب من لجنة التهدئة احتجاجا على ما وصفوه بتهديد الحكومة بالحسم العسكري حال فشل مفاوضات السلام، لكن ذلك الانسحاب يأتي منسجما مع تحركات الميليشيا على الأرض والذي لم تتوقف حربها يوما وعلى مختلف الجبهات. مستجدات مشاورات الكويت نناقشها في محورين: حديث المبعوث الأممي عن التقدم في المشاورات وانسحاب وفد الميليشيا من لجنة التهدئة. لكن قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود، تكرموا بالبقاء معنا. ما أن يعود طرف حتى ينسحب الآخر، هكذا تبدو الأمور بين طرفي مشاورات السلام في الكويت. فمؤخرا أعلن ممثلو جماعة الحوثي وصالح انسحابهم من لجنة التهدئة العسكرية احتجاجا على ما وصفوها استمرار الأعمال القتالية. على طرفي نقيض يقف ممثلو الوفدان ويتقاذفان كرة المسؤولية بحثا عن أسباب للتوقف عن المشاورات المتوقفة أصلا. الرهان على الميدان والخيار العسكري هو الأقرب للاستدعاء دوما، مع استمرار التشكيك في مرور الحل عبر نافذة المشاورات. تعثرت المشاورات المباشرة بسبب تنوع غرف المفاوضات وتقسيم اللجان، فحين تجتمع لجنة المختطفين والمعتقلين تعلق لجنة التواصل والتهدئة أعمالها، وينطبق الأمر على بقية اللجان. ولد الشيخ أحمد كان قد أعلن في وقت سابق عن اقترابه من التوصل إلى رؤية عامة تضم تصور طرفي المشاورات للمرحلة المقبلة حسب قوله، حين تصل الأوضاع داخل القاعات المغلقة إلى طريق مسدود يقوم ممثلو الطرفين بالذهاب بعيدا، وهو ما عبر عنه تهديد الناطق باسم ميليشيا الحوثي محمد عبد السلام بالقول إنهم سيذهبون لتشكيل حكومة بشكل منفرد مع حلفائهم في صنعاء، وذلك ردا على طلب وفد الحكومة بإخراج المخلوع صالح وعبد الملك الحوثي من اليمن قبل الحديث عن حلول في المسار السياسي. بعد مرور ما يقارب شهرا ونصف على انطلاق المشاورات، لا يبدو أن عامل الزمن يمثل أي أهمية، فلدى الطرفين استعداد للبقاء هناك إلى أجل غير مسمى، وهو الاستعداد ذاته للأمم المتحدة والدول الراعية للتسوية. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وأبدأ حلقة الليلة مع ضيفنا عبر الهاتف الصحفي المرافق لوفد الحكومة الأستاذ عبد الله حزام من الكويت. أستاذ عبد الله مساء الخير. أستاذ عبد الله مساء الخير. مساء الخير معك. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الله معنا في زوايا الحدث. أستاذ عبد الله، إذا تحدثنا عن انسحاب وفد الميليشيا من لجنة التهدئة إلى ما يشير هذا التصعيد من وجهة نظرك، وكما تعلم الميليشيا لا زالت مستمرة في تصعيدها على الميداني في كل الجبهات، وأيضا إفشال يبدو أنه غير معلن للمحادثات. أولا حتى نكون دقيقين، هم لم بحسب رسالتهم إلى والد الشيخ لم ينسحبوا، إنما علقوا حضورهم وعملهم في اللجنة، وكذلك برروا بذلك بأن وجود اللجنة أو استمرار اللجنة أكذوبة كبيرة، بالنص قالوا أكذوبة كبيرة على الشعب اليمني، واعتبروا إنه إن عمل اللجنة غير مجدي، وهذا طبعا يدل على إنه نقرأ من وراء أن الانقلابيين يعدون لعمل عسكري كبير في الداخل استغلال فترة الشهر الذي حصل فيها عدة ترتيب لأوراقهم ومراكز وانتشارهم العسكري على الأرض. نعم. خاصة أيضا بأنهم برروا أنه أحد أيضا كذلك أنه أحد عدم جدوى اللجنة
وقالوا يعني نحن عدم جدوى عملنا في هذه اللجنة، وإن استمرار التصريحات السياسية أو لبعض التصريحات السياسية الدائمة على أن لا جدوى من الحلول السياسية، وإن الحل سيكون عبر الحسم العسكري. هذه أيضا جاءت في رسالتهم بالنص هذا الكلام، وهذا يؤكد أن الانقلابيين لا يزالوا مصرين على الحسم العسكري أو على استعراض القوة في الميدان. نعم. إذا كانت هذه هي نية الميليشيا وباتت واضحة أستاذ عبد الله من وجهة نظرك، إذا موقف الحكومة والمجتمع الدولي أمام هذا التعنت والإصرار من قبل الميليشيا في التقدم في المفاوضات، وأيضا تلويحهم بالتهديد بالحسم العسكري، ويعني يأتي ذلك انسياقا مع التعزيزات العسكرية التي يعني يرتبونها في كل الجبهات خلال هذه الهدنة؟ لا يزال وفد الحكومي هنا يؤكد على تمسكه بفرصة السلام، وإنه سيعمل كل ما يمكنه مع كل الشركاء من أجل السلام في اليمن. وأما بالنسبة لهذه الخروقات أو لما قالهم، هذه اللجنة، لجنة التهدئة والتنسيق اسمها، هي مشكلة من الطرفين، وأيضا وجود فيها عدد كبير من خبراء الأمم المتحدة، وهم الذين يقدموا الأعمال اللوجستية ومراقبة الميدان أو التهدئة في نشوب. وهؤلاء الخبراء أنا على ما أعتقد أنه الآن توجب عليهم تقديم تقريرهم بالخروقات اللي استمرت خلال الفترة الماضية منذ بدء المشاورات الكويت. ارتكبت الميليشيات ما يزيد عن 6000 اختراق عسكري وأمني في الجبهات. القوات الجيش الحكومي الرسمي في الجبهات يصد أو يرد على بعض الخروقات اللي وجدت خاصة في نهم. نعم. وفي الجوف، وقالوا آخر شيء أنهم قالوا بدأوا يتعقبوا مصدر النيران، وأنهم لن يظلوا عرضة للنيران، لكنهم لن يشنوا حربا شاملة، وإنما يصدوا الهجوم ويتعقبوا مصادر النيران. هذا ما وصلنا حتى الآن. نعم. أستاذ عبد الله تكرم بالبقاء معنا. ينضم إلينا الآن نائب رئيس الوفد الحكومي في المشاورات، وزير الخدمة المدنية ونائب رئيس الوزراء الأستاذ عبد العزيز جباري. معالي الوزير مساء الخير. معالي الوزير أهلا بك معنا في زوايا الحدث. معالي الوزير، إذا تحدثنا عن ما قاله المبعوث الأممي بأن هناك تقدم كبير في المشاورات والاقتراب من التوصل إلى إنفراج شامل بحسب قول ولد الشيخ، بينما أنت في تصريح منك لإحدى وسائل الإعلام بأن المؤشرات يمكن القول عنها أنها تدفع نحو الفشل. إذن إذا كان هناك مؤشرات لنجاح كلام ولد الشيخ في التقدم، وأيضا لفشل ما قلته أنت لأحد المواقع، كيف يمكن يعني أن تدفع بأحد الاتجاهين هذه المؤشرات؟ الحقيقة بعد تلقينا الضمانة الأممية من قبل الأمين العام عبر مبعوثها الدولي إسماعيل ولد الشيخ، ومن أيضا يعني زعماء دول عربية مثل سمو أمير دولة الكويت وسمو أمير دولة قطر، بأن اي مشاورات يعني يجب ان تستند على المرجعيات يعني المتعارف عليها والذي متفقين مع الامم المتحده على اساسها. نعم. 2016 مخرجات الحوار، ايضا المبادره الخليجيه. نعم. بعدها التقينا في جلسه مع الطرف الاخر في جلسه بروتوكوليه، يعني عباره عن رئيس وفدنا يعني تحدث لمده دقيقتين والطرف الاخر تحدث، رفعت الجلسات، بعدها ثلاثها جلسات منفرده مع إسماعيل ولد الشيخ. نحن. نعم. يعني في جلسة منفردة مع المبعوث الأممي نتحدث، وهناك يعني كلام إيجابي ونتناقش في قضايا مثل الانسحابات. نعم. وتسليم الأسلحة. لا أدري على أي أساس بنا يعني رأي الأخ المبعوث الأممي، هل هناك تفاهم ما بينه وما بين الطرف الآخر؟ لا ندري، لكن ما بيننا وما بين الطرف الآخر لا زالت الأمور يعني على حالها. نحن مصرين على أن الأساس هو الانسحاب الميليشيات وأيضا تسليم أسلحة الدولة. نعم. والأسلحة المنهوبة يعني بشكل أو بآخر. نعم. معالي الوزير، يبدو أن خطاب الميليشيا في هذه الأيام الأخيرة بدأ يعني يرتفع يعني نغمة التهديد من قبلهم. كما تعلم الآن هم يقولون إذا لم يعني هذه المفاوضات بدأت تفشل، وأنهم يرجحون الحل العسكري، وأيضا ناطق الميليشيا يقول بأنه إذا فشلت هذه المفاوضات سيقومون بتشكيل حكومة وطنية في الداخل. هم مرجحين الحل العسكري من البداية، هم اعتدوا على الدولة بقوة السلاح وعلى المحافظات وعلى كل شيء، ويعني وحتى تحرشهم بدول الجوار عبر يعني الوسائل العسكرية. لا، لغة السلام يعني هي يعني لا تأتي في قاموسهم، بل يعني لغة العنف هو الأساس لديهم، وبالتالي هذا التهديد
يعني لا يشكل لنا اي جديد. ما احنا لسنا يعني احنا نريد الحل السلمي، الحل السلمي الذي يؤسس الى حل دائم، حل مستدام. لا بد من يعني سعادة مؤسسات الدولة، لا بد من خروج هذه الميليشيات، لا بد من تسليم الأسلحة. هذا هو الأساس لسلام دائم للجميع، لليمنيين جميعا ما فيهم الحوثيين. نعم. أي حديث حول تهديد وحول استخدام القوة وحول استخدام هذا يعني أصبحنا نسمعه ويكرره دائما. ولا أحد يعني من أبناء الشعب اليمني أصبح يأبى مثل هذا الكلام. نعم. هم يقوموا بالقتل والتفجير والسباحة يعني الممتلكات العامة والخاصة، ولا جديد لديهم. نعم. إلى متى سيستمر المجتمع الدولي معالي الوزير بإعطاء الميليشيا الفرصة تلو الفرصة للمفاوضات والمشاورات؟ وكما تعلم هم يفاوضون في الكويت لكنهم على أرض الميدان يجهزون لمعركة طويلة الأمد على ما يبدو. هناك تحشيد كبير في كل الجبهات، هناك ترتيبات عسكرية كبيرة للميليشيا في كل الجبهات. على كل حال مهما يعني حشدوا ومهما عملوا يعني إذا لم يجنحوا للسلم يعني سيفرض على أبناء الشعب اليمني أن يدافعوا عن بلدهم ويدافعوا عن مؤسساتهم ويدافعوا عن كرامتهم. لا يمكن القبول بهذا المشروع بأي حال من الأحوال. لا سبيل إلا السلام، ولا سبيل إلا بناء الدولة المدنية التي الدولة الضامنة لحقوق الناس جميعا. لا يمكن القبول بهذه الميليشيات أو أي ميليشيات غيرها، لا يمكن أبدا إلا في ظل الدولة. وبالتالي الحديث عن حشود والحديث عن يعني تهديد ووعيد يعني أصبح الشعب اليمني يعني لا يأباه بمثل هذا الكلام. نحن نريد سلام، لكن السلام العادل، السلام الضامن، السلام المبني على عودة الدولة وعودة المؤسسات. غيرها لن يكون هناك سلام يعني مستدام، ولن يعني ولن يصمد هذا السلام إذا بنيناه على بناهش. نعم. هذا يعني أستاذ معالي الوزير أستاذ عبد العزيز، حرصكم الكبير وحرص وفد الحكومة على السلام يقابل بتعنت كبير من قبل الميليشيا للتوجه نحو الحرب ولا حل غيرها بالنسبة لهم. إذن هل هذه الجولة ستكون الجولة الأخيرة وسيكون هناك قرار حاسم بالنسبة لكم وللتحالف للدخول في معركة حاسمة ويكون حسم عسكري؟ الحقيقة يا أخي كما تعلم نحن من البداية لم نختار الحرب، الشعب اليمني لم يختار الحرب، هم هذه الميليشيات هي من اختارت الحرب وتريد يعني فرض مشروعها بالقوة. في احنا يعني ذهبنا الى السلام الى جنيف والى بيل واتينا الى الكويت وكان عندنا آمال عريضة بالوصول الى حلول. يعني الشعب اليمني للأسف الشديد يعني أمواله ومؤسساته وأرواح أبناء الشعب اليمني تزهق بدون أي دم. لكن نعم. أقول لك أنا قرار السلام وقرار الحرب بأيدي هذه الميليشيات ومن تعاون معهم. إذا أرادوا السلام فطريق السلام معروف، طريق السلام هو الانسحاب وتسليم الأسلحة والعمل كمكون سياسي، العمل السياسي من حقهم أن يكونوا يعملوا كمكون سياسي، وإحنا مستعدين أن يعني أن نعمل في إضارة الدستور والقانون جميعا. لكن إذا لم يعني اختاروا خيار العنف فأنا أقول لكم بكل صراحة الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي وسيجبر يعني في نهاية المطاف هو يعني الحركة الحوثية ستجبر الشعب اليمني حتى من الناس الذي معهم، حتى من الناس الذي يعتقد اليوم أنه موالي لهم. أنا متأكد كل التأكيد على أنه أغلبية الشعب اليمني سيرفض هذا المشروع. نعم. فهم يتحملوا النتائج في نهاية المطاف، هم يعني نعم. أي نتائج ستحصل هم المتسببين فيها وهم نعم. سينظرون إلى نعم. نتائج أخرى. معالي الوزير ولد الشيخ صرح اليوم بأنه سيقدم محاضرته لمجلس الأمن عن مسار المشاورات في الكويت. هل باعتقادك بأن ولد الشيخ سيطلع المجلس عن التعنت والعرقلة الكبيرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي لأي تقدم في مسار المفاوضات؟ ولد الشيخ يبذل جهود كبيرة. في نهاية المطاف المبعوث أو الوسيط دوره يبقى أن يعني أن يحاول بين الطرفين من أجل الوصول إلى حلول. لكن أقول لك في نهاية المطاف يعني إذا تعنت الطرف الآخر لا يستطيع ولد الشيخ أن يفرض عليهم، لأنه في نهاية المطاف هو وسيط. ولد الشيخ في هذه المرحلة أنا أتصور في هذه المرحلة وخاصة ولا زلنا يعني في المشاورات لم تنتهي هذه المشاورات، أنا أتوقع أن لا يتحدث من الطرف المعرقل حيث أنه سيترك فرصة يعني ويبقى الباب مفتوح من أجل التوصل إلى حلول. لكن لو تم انتهاء هذه الجولة بدون يعني الوصول إلى حل
وتعنت الطرف الآخر ولم ي ولكن أهمية تسمية المعرقل معالي الوزير أهمية معالي الوزير أهمية لو سمحت لي نعم لو سمحت لي نعم بالتأكيد سيشير اسماعيل ولد الشيخ بالتأكيد إلى الطرف المعرقل وفي هذه الحالة الطرف المعرقل معروف وظاهر وليس مخفي الطرف المعرقل هو الطرف الحوثي ومن يتعاون معه ما يعني ما بأيدينا حتى أننا نعرقل من الجانب الحكومي نحن اتفقنا على مرجعيات وكل العالم اتفق على إعادة مؤسسات الدولة من الذي يقف حائل ويقف عثرة أمام هذا الحلول نعم. بالتأكيد هو الطرف الحوثي نعم معالي الوزير ربما هذه المفاوضات وإطالة أمدها الميليشيا تسعى من خلال كسب أي نقاط علكم تتنازلوا عن البنود المتفق عليها لهذه المفاوضات هل ستتنازلون عن أي نقطة أو بند من هذه البنود؟ يا أخي الكريم ليس من حقنا كوفد ولا من حقنا كأشخاص ولا من حقنا كمواطنين يمنيين أن نتنازل عن يعني انسحاب الميليشيات الحوثية واستعادة الدولة نحن عندما نتحدث أنا لا نتحدث عن شخص معين ولا عن جهة معينة نحن نتحدث عن إعادة مؤسسات الدولة ليس من حقي ولا من حق أي عضو في هذا الوفد أن يتنازل على عن هذا الحق هو حق لكل مواطن يمني لا يمكن إذا أردنا حقن دماء أبناء الشعب اليمني وأن يكون هناك يعني سلام دائم في اليمن لا بد من استعادة الدولة ومؤسساتها ومؤسسات الجيش وخروج هذه الميليشيات وتسليم الأسرى هذا الحق هو حق لكل مواطن يمني لا أحد يستطيع لا فريقنا ولا حتى عندما يأتي فريق آخر ولا حتى رئيس الدولة يستطيع أنه يتنازل على هذا الحق هذا حق طبيعي في أننا نعيش في كنف دولة من أجل نستمر يعني من أجل أن نضمن يعني أن يبقى اليمن موحد مستقر في عدالة وفي مواطنة متساوية للجميع شكرا هذا أنا في تقديري يعني ليس بأيدينا شيء أن نتنازل عنه هذا هو حق لكل يمني لا يمكن التفريط فيه شكرا جزيلا لك معالي الوزير عبد العزيز جباري نائب رئيس الوفد الحكومي في مشاورة الكويت ونائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية كنت معنا عبر الهاتف من الكويت عودة إلى الصحفي الأستاذ عبد الله حزام أستاذ عبد الله إعلان وفد الميليشيا بأنهم إذا فشلت هذه المفاوضات سيقومون بتشكيل حكومة وطنية في الداخل هل باعتقادك سينجحوا في تشكيل حكومة قد تحدث أي تغيير في الداخل؟ إطلاقا لن ينجحوا في هذا وهم يدركوا هذا الكلام جيدا وإذا كان نجحوا لكان من وقت مبكر الآن الانقلاب له سنة كاملة منذ إعلان الدستور المزعوم وإعلان انقلابهم وشن حرب هؤلاء لن ينجحوا في تشكيل أي حكومة البلد تمر في وضع اقتصادي كاد يصل لمرحلة الانهيار أيضا الميليشيات الحوثية تقوم حاليا بنشر الشائعات والأكاذيب على طلب الوفد الحكومي تصريح العسكريين من الجيش اليمني أو كذا وهذا كلام غير صحيح الوفد الحكومي لحد الآن يطلب أو طلب بشكل واضح وصريح هو خروج الميليشيات التي دخلت إلى العاصمة صنعاء وإلى المدن اليمنية الأخرى والمحافظات الأخرى سحب هذه الميليشيات وعودة كل العسكريين إلى سكناتهم ومعسكراتهم السابقة وتسليم الأسلحة للدولة ومن ثم يتم أي حال آخر في هذا الإطار الميليشيات الحوثية الآن تحب أن تسعى إلى تجنيد ميليشياتها في محاولة أخيرة منها لتحقيق نصر كاذب أو نجاحات كاذبة في الميدان لأنهم رفعوا السقف في خلال شعارتهم السابقة وهذا الأمر كل المؤشرات تؤكد استحاليته على أرض الواقع نعم أستاذ عبد الله بخصوص الميليشيا ورفع وتيرة خطابهم ما هي النقاط التي يعني يمتلكونها ولا زالوا يعتبرونها مصدر قوة يحدثون أي تغيير يريدون سواء في المفاوضات أو على الميدان الميليشيات هي ترفع السقف والميليشيات هي حققت نجاح الآن أهم نجاح حققته أنها قعدت على طاولة الحوار وقعدت أتت إلى مؤتمر إلى مشاورة الرياض وتلتقي بالسفراء وتلتقي بالآخرين والناس يحاولون أن يقنعوها إلى ويعتبرون أنه هذا انتصار كبير فإنه أنت عندما تحاور طرف ميليشياتي انقلابي هذا يعتبر طرف كبير لا يدركوا أنه هذا لحد الآن لم يعطوهم أي اعتراف لا يزالوا مصنفين بحسب قائمة الأمم المتحدة بحسب كل البيانات ميليشيات انقلابية
هم واهمين ويعتقدون انهم جاؤوا ليمثلوا. حتى انظر لمصطلحاتهم، مصطلحاتهم عندما يقولوا نحن الوفد الوطني والاخرين وفد الرياض، العدوان، المرتزقه، هذه مصطلحات لا تنم عن وجود رغبه او مجرد تفكير بالسلام. نعم، هي كلها مصطلحات تصعيديه. لو أشكرك. تتابع اعلامهم، لو تتابع تصريحات كل سياسيهم بهذه المنطلقات. نعم، شكرا جزيلا لك الصحفي المرافق للوفد الحكومي في مفاوضات الكويت الاستاذ عبد الله حزام، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت. ينضم الينا ايضا الان الدكتور حمزه الكمالي الناشط السياسي. دكتور حمزه مساء الخير. نعم، اهلا بك معنا. دكتور حمزه، اذا تحدثنا ان اليوم ولد الشيخ سيقدم احاطه لمجلس الامن، هل باعتقادك مجلس الامن سيتخذ خطوات واجراءات ضد الميليشيا لاجبارهم على تنفيذ ما اتفق عليه او اتخاذ عقوبات ضدهم؟ مجلس الامن لن يتخذ شيء، هذا رايي الشخصي. نعم، مجلس الامن الان يعتمد على تقارير التي ينقلها السيد اسماعيل ولد الشيخ، والسيد اسماعيل ولد الشيخ يريد تهدئه الامور، لا يريد اي تصعيد، لذلك سيكون التقرير اعتيادي وسيقول ان الامور تسير بشكل جيد، وكالعاده سيكون هناك الحشو من الالفاظ الدبلوماسيه التي لن تتحدث عن تغير كبير جدا، لكن هذا هو وطبيعه الحال مشاورات مستمره برغم عدم قطع اي مشوار، يعني نستطيع ان نقول انه اوصل الى اي شيء ولا. نعم، والامور على الارض ستتارجح بشكل كبير جدا، الحوثيون ما زالوا يخرقون الهدنه لا سيما في تعز، ويحاولون التقدم في عده جبهات، لذلك المنطق يقول بانه شهر ونصف من المفاوضات والامور على ما هي عليه. نعم، يعني من خلال كلامك يعني باعتقادك ان ولد الشيخ اليوم في مشاركته في جلسه مجلس الامن واحاطته بما تم في مفاوضه الكويت لن يسمي الطرف المعرقل في الفيديو كونفرنس، لن يسمي الطرف المعرقل من الكويت، لن يسمي اي طرف معرقل، هذا هو يعني توقعي التام. نعم، لن يسمي اي طرف معرقل، ستكون احاطه اعتياديه، نتحدث عنه المشاورات كما يعتقد السيد اسماعيل ولد الشيخ بشكل جيد، وسيقول بانهم الاطراف وصلت الى تقدم كبير جدا، هذه الالفاظ الدبلوماسيه الفخامه، وسيتحدث ايضا نفس المنهج السابق، حتى ولو انه بن عمر يقدم تقارير على مستوى الجلسات المغلقه اقوى من التقارير التي قدمت السيد اسماعيل. نعم، الشيخ، لكن ذلك ليس عيب السيد اسماعيل ولد الشيخ، ولكنه لا يمتلك ادوات للضغط على احد، قرارات مجلس الامن معطله، إرادة دولية غائبة تماما، تريد أن تصنع سلام ولو صوري ولو شكلي، ليقولوا بأنهم حققوا تقدم في اليمن، حتى لو هذا السلام سيكون هو ممهد لحرب جديدة. نعم، إذن الأرضية التي يستند إليها ولد الشيخ بأن هناك تقدم كبير وأن المفاوضات ستخرج برؤية كاملة وشاملة للحل، هذه الأرضية يعني كيف يمكن فهمها في ظل كما تحدثت؟ أنا قلت لك سابقا هناك توجه دولي يرعاها السيد اسماعيل ولد الشيخ وبعض سفراء الدول في صناعه اتفاق سلام على اي شيء، هذا الاتفاق سيعطي رساله للمجتمع الدولي بانهم حققوا تقدم في اليمن وبانهم سعوا لاخفاض بعض بؤر التوتر في المنطقه وهنا عن اليمن، وهذا السعي وهذه الجهود التي يتم بذلها تريد ان تصنع سلام صوري حقيقي، لانه الوضع على الارض الوضع الميداني بالاضافه الى الرغبه من وحده الميليشيات والميليشيات انفسهم غير حاضره للسلام. نعم، في حاله استمرت المشاورات والمفاوضات بهذا الشكل وبهذا النمط، اذا الى اين تتجه الازمه اليمنيه برايك حمزه؟ قد تستمر المشاورات بهذه الصيغه الهزيله لمده 6 أشهر. هذه الطريقه. نعم. اوكي. حمزه لم نسمعه، تفضل. يعني الازمه الى اين تتجه في ظل هذه المشاورات؟ نعم، بهذه الصيغه دون التوصل لاي شيء، هناك خضوع للضغوطات الدوليه بدون رغبه او نوايا حقيقيه للسلام. نعم، هذا هو ما اوصلنا، شهر ونصف ونحن ندور حول نفس النقطه، والحوثيين ما زالوا يتحدثون بنفس اللغه وما زالوا يتعاطوا بنفس الاسلوب، لن يقبلوا ان يسلموا اسلحتهم وهم في هذا الوضع ما لم يكون هناك غلبة عسكرية على الأرض في أحد الطرفين بوضوح، حاجة ليس حتى للحكومة الشرعية فقط، لن يتم توقيع اتفاق سلم. ما زال الحوثي يعتقد بأنه يمكنه إعادة إنتاج نفسه على الأرض، وبفعل هذه جماعة دينية، هذه جماعة عقائدية. نعم، الجماعات العقائدية تعتقد أن الله يحارب معها، لذلك هي تؤمن بأنها يمكن أن تعود في أي لحظة، وبأنه التمكين والنصر الإلهي سيأتي، لذلك لا يمكن غلبتها
سياسيا هذه الجماعه تغلب عسكريا ومن ثم تدخل في سباق سياسي لتتحول لجماعات سلميه بعد ان يتم نزع سلاحها وتسليمها وتسليم راسها. نعم حمزه، هل تعتقد بان المشاورات ستتواصل الى شهر رمضان ام هناك انباء تتحدث بانها ستنتهي؟ هناك اقتراح ان ياخذ المتحاورون شهر رمضان كاجازه ثم يعودوا بعد شهر رمضان، لن تعتبر انها جوله اخرى، ستعتبر ضمن نفس الجوله. هذا التحليل المنطقي الذي سيدور، او انهم اذا كانت ضغوط كبيره جدا، هناك ضغوط امريكيه وضغوط اوروبيه كبيره جدا لان تستمر المشاورات حتى في رمضان، واعتقد انه هذا سيصعب الامور اكثر وسيعقدها اكثر وسيعقد القضايا اكثر. شكرا جزيلا لك الناشط السياسي حمزة الكمالي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. إذن مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من زوايا الحدث، شكرا لضيوفي. كان معنا عبر الهاتف نائب رئيس وفد الحكومة معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبد العزيز جباري، الشكر أيضا للصحفي عبد الله حزام، وكذلك الشكر للناشط السياسي حمزة الكمالي، والشكر موصول لكم على حسن المتابعة. حتى الملتقى في حلقة جديدة من زوايا الحدث، تقبلوا معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني حتى الملتقى. حفظكم الله والوطن في أمان الله.